هقول بعض الكلمات ونشوف تأثيرها عليكم إن شاء الله. وأنا متأكد إنه بعض الناس هيكون في نوع من الانتراكشن مع الكلمات دي. أبدأ بكويا، كوسيكونجي، توندي، كويمتو. في بعض الانتراكشن دي أسماء غريبة، وزوج جايب له طيارة ولابس هدوم غريبة زي دي وبيتكلم كلام زي ده. حقيقة المناطق دي كلها مناطق في شمال السودان، مناطق ما كثير من الناس بيعرفوها، مناطق مخفية، وإنسانة إنسان طيب وإنسان كريم وإنسان احتكاك به بيكسب كمية من المعارف وكمية من الأشياء ما بتجدها وإنت في خرطوم أو في المدن الحضرية. نشوف التجربة بتاعتنا في منطقة الشمالية. نحن مجموعة من الشباب جزء منه موجود هنا ده بسبب الظروف المعيشية والضغوط والبحث الدائم عن تحقيق الآمال والأهداف والمسؤوليات وتغطية النطاق المادي الضعيف في السودان. مشينا للذهب في شمال السودان وبنشوف مع بعض انه دي جزء من تجربتنا في منطقة بعيدة، منطقة ما بسمع عنها كثير. كانت تجربتنا في شمال السودان في مناطق ذكرتها قبل شوية وكلها مناطق غنية بالذهب. لفت نظرنا في الموضوع انسان هذه المنطقة او انسان هذه المناطق، منطقة الشمالية. الانسان ده ما في زول حاسي بالوضع بتاعه وما في زول كان قريب منه عشان يدي بعد للشيء اللي بيعيشه يوميا في حياته في متطلباته. صحيح هم ناس مشهورين بالطيبة، ما رفعوا السلاح، ما عملوا اي اشياء تصيرهم للعالم، لكن حقيقة بيعانوا من مشاكل اساسية وده شيء آلمنا وخلانا نقف هنا اتكلم معكم الليلة. عندنا مشكلة التصحر، desertification and rangeland degradation، التصحر وتقلص المراعي. للناس اللي ما بيعرفوا التصحر هو شنو؟ هنشوفه مع بعض في فيديو قصير من إنتاجنا وصور مأخوذة من الطبيعة. نعمل بلاي الفيديو في بلاي تحت. فيديو قصير بيوضح لنا انه البيوت اتملت بالرمله، الاراضي الزراعيه تقلصت، ما في نوع من المراعي، الناس اللي عايشين على المهن البسيطه الزراعه ورعي ما قادرين يمارسوا حياتهم في الشماليه. ليه؟ لانه كميه من الرمال طمرت البيوت. اهلنا في الشماليه في السعوديه كثير بيغتربوا، الواحد بيجي راجع بعد سنه بيلقى بيته اتملى لحد نصه بالرمله. تخيلوا معي بيت فيه اطفال، فيه مكونات حقت اسره كامله، مليان لحد نصه بالرمله، يضطر يعمل تعديل نور في البيت او يرحل لبيت جديد. بغض النظر عن الزراعه اللي فقدها، وفي حاجه بتاعت 4x4 داريلو بطيخ عشان يزقي منه اولاده او ياكلهم منه، تكون الارض كلها تحولت لرمال. طيب خلينا موضوع الذهب، خلينا البحث عن الثروه، بدينا نفكر انه الناس دي نحن نعمل لهم شنو؟ معروف عالميا سيرتيفيكيشن، حتى المصطلح ده في بعض العلماء بيقول لك انه احنا عملناه عشان خاطر السودان. اكثر بلد فيه تصحر وتقلص بتاع مراعي السودان. طيب الحل كان شنو؟ حال انه التصحر بيقاوموه بزراعه انواع معينه من الاشجار. انا هحاول اتكلم سريع شويه. الانواع المعينه من الاشجار بيسموها فئه اشجار الاكاشيا، منها الصمغ العربي والهجليج وهكذا كميه من الاشجار. طيب زراعه الاشجار دي بتتم كيف؟ تتم بالطريقه العاديه انه مزارع يشيل طوريه ويشيل حبوب في يده ويبدا ينصرها او يتحرك بتراكتر. دي كلها طرق تقليديه لموضوع الزراعه. الشيء اللي عملناه واضفناه شنو احنا؟ مشروعنا اسمه ساب سمارت اجريكلتشر بايلوت، بيتكلم عن استخدام تقنيه الطائرات بدون طيار والدرونز في افاده الانسان وفي خير الانسان. خير الانسان كيف؟ انه نخلي الدرونز او الطائرات بدون طيار اللي بتعرفوها انتم من زمان في افغانستان في امريكا، بيقتلوا بها الناس وبيضربوا بها الناس بصواريخ الفير، الليله بتطير السما فوق وبتقوم بدها تزرع صواريخ، تزرع حبوب وبذور النباتات. ده ساب سمارت اجريكلتشر بايلوت وقدامكم. اول نموذج لطائره وينج سبان، طائره بدون طيار، لها قدره ذاتيه على اتخاذ القرار، عباره عن رجل آلي طائر
تقوم بتنفيذ العمليات الزراعية بمساعدة حمولة، بدل حمولة تكون صاروخ أو قنبلة، الليلة هي حمولة للخير، وهي عبارة عن شنو؟ عبارة عن agriculture payload. Join Fleet Research Development Voluntary Organization. We are developing robotic application, air, land, sea, automated system to achieve direct economy impact and social innovation in African rural areas. Those people are suffering from desertification, rangeland degradation, low food production, quality and quantity, and much more. After 2 years, research and development in limited resource environment, we came out with an airborne robotic device to make the agriculture in Africa more intelligent and more connected to the so-called precision agriculture and smart farming. Can achieve aerial seeding for more than 300 acres in 1 hour of slow flying long endurance mission with the same amount of photogrammetry and DVI data mapping used for plant health assessment. الطيارة قادرة إنها في الحمولة الذكية بتاعتها تشيل في داخل الكونتينر لكمية من البذور بمختلف أنواع شجر الأكاشيا. نقدر بهذه الطيارة نمشي مسافات بعيدة جدا، long endurance slow flyer، مسافة طويلة نقطعها، وبطيران بطيء نقدر نزرع كل البلدات والغرف الشمالية ذكرناها دي، نقدر نحاوطها بغابات من شجر الأكاشيا وتحديدا الصمغ العربي، ونقدر نخلي مواطن المنطقة في يستعمل الصمغ العربي إنه يكون مصدر دخل إضافي، بدل هو قاعد متألم مسكين يزرع في الحياة البسيطة، لا يكون عنده قدرة بتاعة دخل أجنبي حتى دولار عبر الصمغ العربي. ده لو طبعا الحكومة ما خلته، يعني ما نتكلم في الحكومة ما مشكلة. هتكلم سريع، كلام يكون تكنيكال. ده السمارت اجريكلتشر بايلوت بيتقسم لجسمين، القسم الاول هو جزء قاذف للبذور، القسم الثاني منه هو جزء مخصص باستعمال تقنيه جديده في العالم اسمها ال NDVI Near Difference Vegetation Index، مؤشر الغطاء النباتي. ودي مهمتها شنو يا اخواننا؟ انه لو عندنا اي مشروع زراعي، زراعه زرعنا بمسافه كبيره، نقدر بالحموله التقنيه وبالطائره دي نقدر نعرف صحه النبات Plant Health، نقدر نعرف العمليات التمثيل الضوئي الفوتوسينثيسيس وكميه الكلوروفيل داخل النبات،
بالجزء الخاص بالتصوير. ويمكن نموذج قدامكم ده دي كاميرا معدلة وجزء كبير من أجزائها مصنع في السودان بواسطة شباب سودانيين لا عندهم قروش ولا عندهم دعم من برا، بيصنعوا بيدينهم، بيقعدوا في الانترنت، شوفوا الاوبن سورس، لا عندهم قروش ولا عندهم امكانيات، وحتى ما بتعذروا انه احنا والله ما لقينا دعم ونحن ما عملنا. يعني كافة بتكلموا انه والله الدعم ونوفر لكم، ما افضل بوفر. لو راجي زول يعمل لك حاجه ما تعملها، براك اجتهد واتعب، بيع بيع بيتك زي ما بعت بيتي، بيع عربيتك، اي حاجه واشتغل في النهايه. ده شكل الجهاز، النظام القاذف جواو بيرمي الثمار في الارض. طبقنا حاجه اللي يمكن الشباب الزراعيين، لو معانا شباب زراعيين، في حاجه اسمها الريموت اجريكلتشر والبريسيشن اجريكلتشر وسمارت اجريكلتشر، كله عباره عن كونسيبت متعلقه بالزراعه الذكيه، وانه كيف تتم عمليه الزراعه باستخدام الجي بي اس كوردينيت. كلنا بنعرف انه الاجهزه الفونس فيها جي بي اس وفيها نظام بتاع اقمار صناعيه يحدد النقاط، فممكن اوتوماتيك زي الرجل الالي الطياره تقوم براها، تعرف حدود تزرع من وين وتنتهي وين بدون ما يتدخل اي انسان الا في متابعه في العمليه بتاعتها. فده هو مفهوم للسمارت اجريكلتشر بالطائرات بدون طيار. والشيء الثاني موضوع الخرائط الجويه، خرائط لكل المشاريع بتاعتنا بتوضح نوع النبات المضرر المحتاج للمويه، في نسبه بتاعت عطش، في نسبه بتاعت امراض، كلها محدده بالنظام بتاع التصوير الجوي المخصص للاغراض الزراعيه اللي قلت انه هو NDVI. دي صوره، الصوره دي انا اخذها في البيت، لو ركزنا شويه كده يا شباب عشان ناخذ المعلومه. الصوره دي ماخوذه للنبات في البيت، ما في مزرعه او في كده. لو لاحظنا الاطراف العاليه منه كلها لون اخضر، الخرطه الدينيه هنا بتوريني انه الاطراف اللون اخضر دي في عمليه تمثيل ضوئي ممتازه جدا. الاطراف التحت كلها لونها يعني مايل للون الاحمر وكده، دي ما بتتم فيها اي عمليه تمثيل ضوئي، والنظام ده بيخليه نكتشف انه النبات ده مرضان، في مشكلته شنو، وهكذا نحلله. حتى المزارع، نتكلم على مستوى المزارع العادي، حتى المزارع العادي ممكن يتمكن يعرف التكنولوجيا دي ويتعامل معاه ويحلل المحصول بتاعه بدون ما يجيب خبير او يجيب زول عنده ثقافه عاليه في الزراعه. طيب عندنا فيديو سريع نشوفه دقيقه واحده بيتكلم عن المشروع، نعمل بلاي تحت. It is a great opportunity to draw the world's attention toward the economic development problems directly affected by desertification and rangeland degradation. With technical support of public lab community and personal fund, we developed UAVS measures to combat desertification and rangeland degradation by design a smart agriculture UAVS payload that can perform unmanned automated cultivation and agricultural remote sensing from the sky. We have designed SAP, Smart Agricultural Payload, an airborne intelligent agricultural system mounted on hybrid airframe, airplane, tricopter. This research and development project affects positively on the economic development of the region and people's lifestyle in rural areas by planting different type of productive acacia trees, like the Arabic gum, that can combat desertification in the same time with Arabic gum production. The smart agriculture payload provides multispectral imagery to assess plant health, crops monitoring and analysis. Usually, we can't see the plant health with the naked eye, especially in the agricultural areas and large projects. These technologies pursue the factors affecting the growth of plants such as temperature and humidity. Airborne remote agriculture sensing system consists of optics and sensors working in synchronization using sensor fusion technology to collect images and process information that's sent to embedded CPU. It can also provide accurate results
for follow-up crops and agricultural operations according to available resources and user information to control projects and general supervision. It enables farmers to distinguish between plants that grow healthy and correct the irrigation and fertilizer of the soil. ده البروتوتايب حاليا شغالين عليه سميناه سمارت فارمر. هو عباره عن اول رجل آلي يقوم بعمليه زراعه دقيقه وينزل الارض محمول جوا. ان شاء الله هتسمعوا عنه في الايام الجايه. دي واحده من مشاركاتنا شيء قدامكم حاليا بعد التعب الشديد والبحث عن المؤسسات السودانيه سواء كان وزارات حكوميه وجهات خاصه انه ترعى المشروع وتساعدنا وتدينا دعم مالي. ضيعنا زمن كبير جدا في الحاجه دي. يعني وي ار ويستين ا لوت اوف تايم انه نبحث عن الناس ونسمع الوعود الكاذبه وكده. اعتمدنا على مواردنا الشخصيه، بدينا نشتغل بالشيء المتاح وما تعذرنا بحكايه انه التكنولوجيا دي الا عند الامريكان وما بتجينا لا بدينا نفتك في المذبورتس القديمه، بقينا نفتك في الرواد القديمه للدرجه دي المطبخ المعارف الخلاط القديم شيء من السيليك وهكذا، وكنا منافسين مع كبار الدول المصنعه للطيارات بدون طيار واكبر الشركات العالميه شغاله في المجال، وكانت فرصه كبيره كشباب سودانيين نغير الوجه بتاع السودانيين الموجودين وممكن ننافس حتى في حاجات يمكن احنا شايفين كانوا بعيد جدا علينا، لسه عندنا مشاكل تعليم، مشاكل صحه، مشاكل اكل وشراب، لكن لا بنتكلم عن تكنولوجيا، بنتكلم عن روبوتكس، اوتونوموس سيستم، بنتكلم عن حاجات كبيره وبنتكلم حقيقه بالحق يعني، ما بنقول احنا اقمار صناعيه، والله عملنا قمر صناعي، لكن قمر صناعي ما بيعمل شغل، لا، احنا بنوظف تكنولوجيا عشان تقدر تاكلنا وتشربنا وتقدم لنا خدمه حقيقيه، ما بنقول كلام عشان نتفاخر بيه، نكلم الوزير ونكلم الرئيس نقول له والله يا اخي احنا عملنا الحاجه دي والسودان بقى لقدام، لا، بالحق يكون. الطيارة أثرت في الزول دائرة إمباكت القاعد في الشمالية زول مسكين اللي عنده مليون مشكلة حلت له فعلا واحدة من مشاكله. ما دعاية ولا إعلام، نشوف مع بعض. شغالين وين؟ شغالين في عندنا زي شقة كده في البيت حولناها، كان قليل التعبير الله يرحمه باي ذا واي، جزء منه شغال فيه ورشة بنصنع ونركب ودين إخواني زملائي شركاء النجاح. ده احنا في دبي شغالين في الأنظمة بتاعتنا. ده النظام بتاع ساب. ده الرجل الآلي المصغر كلمت لكم عنه قبل شوية. ده احنا وسط كبار المصنعين بتاع الطيارات بدون طيار وعلماء في مجال الطيران والانظمه الذكيه والروبوتكس احنا مشاركين معاهم. حاليا بنعمل في شنو؟ حاليا بنوظف طائرتنا وكل الامكانيات وخبرتنا، انا اصلا درست هندسه الطيران يمكن ما ذكرت في الاول ومهتم بمجال الحوسبه المتقدمه والطيارات بدون طيار، فبنوظف كل امكانياتنا كشباب والتكنولوجيا اللي تعلمناها والخبره اللي اخذناها من السفر وحتى من القرايه برا وكده انها تخدم المشاريع الزراعيه. حاليا احنا بادين مشروع في سكر النيل الابيض لعمليه مسح كل المناطق الزراعيه المعموله بقصب السكر، دي واحده من المشاريع بتاعتنا شغالينها. وعندي كلمة أخيرة دار أقولها وكلمة مهمة جدا. أنا جات صورة أطفال هنا في آخر سلايد عندي. دار أقول لكل الشباب الموجودين قدامي وأتمنى أن بقدر أصليهم عبر الإنترنت عبر تيدكس ومكتوبة الدكتور أنور إنه نحن نركز على الدائرة إمباك والأثر المباشر على مواطن المنطقة، يعني المشاريع اللي بتمس الناس، بتمس بيوتهم، بتمس أطفالهم، بتمس حياتهم اليومية، نقدر نأثر ونغير عليها، وعندنا القدوة كان ابتداء من شباب تيدكس لحد شارع الحوادث والشباب بتاع النفير، احنا ماشيين، التغيير بيتم كيف؟ بيتم نحن نشتغل ونمسك الحياة المهمة. في حاجات كثيرة ما دارت كورة ما مهمة، ما نهتم بارك، نهتم بشنو؟ الشيء اللي بيأثر في أبوي وأخوي وخالتي وعمتي وجاري، ده الشيء المهم، مشاريع يكون عندها أثر مباشر عليهم وشكراً لكم كثير.